رحبوا في هذا اللقاء الذي سنتطرق إلى أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء المتميز مع دولة الرئيس رئيس المجلس الوزراء العراقي معالي الأخ العزيز محمد شياع السوداني، اللي كنا سعداء جدا باستقباله اليوم في تونس وحظي بلقاء سيادة رئيس الجمهورية. طبعا تم التطرق إلى مختلف مجالات وأفاق التعاون الواعدة بين الشقيقين تونس والعراق، ولكن الأهم أيضا تم التطرق إلى تطابق وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وأيضا الملفات التي تهم البلدين. تطرقنا إلى مجالات التعاون، إلى نتائج اللجنة المشتركة التونسية العراقية المنعقدة في شهر ماي في بغداد، وكانت مخرجات هذه اللجنة في عديد المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ودولة الرئيس اليوم تفضل مشكورا باقتراح مجالات أخرى، مجالات ثقافية على أهميتها، الأنشطة الرياضية، في المجال التجاري أيضا. الغاية كانت التوصل إلى تقييم ما تم إنجازه في الدورة اللجنة المشتركة التونسية العراقية ببغداد، وضبط آليات وإجراءات متابعة مخرجات هذه اللجنة، وآليات تجسيم ما تم الاتفاق عليه، خاصة كما قلنا أن جمهورية العراق الشقيق حققت نهضة اقتصادية بعد التعافي وعودة العراق دولة قوية ومقتدرة والحمد لله. فالعراق اليوم دولة هامة جدا في المنطقة، وأحد الفاعلين الرئيسيين في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين وأيضا بين المنطقة العربية. فمرة أخرى توجه بجزيل الشكر والامتنان لدولة الرئيس على كل ما تم معناتها إنجازه اليوم على مستوى هذه الجلسة وهذه اللقاء، ثم للوفد الوزاري المرافق أيضا، وما لمسناه من عزيمة مشتركة بين البلدين لمزيد دفع أوجه التعاون في مشاريع وفي أفاق اقتصادية واجتماعية متنوعة. إن شاء الله تم الاتفاق أيضا على عمل مكثف ودؤوب لمختلف اللجان المشتركة، وعبر أيضا القنوات الدبلوماسية والقنصلية للبلدين. وإن شاء الله تكون تونس كما قلنا، نعبر بكل فخر واعتزاز أن تكون تونس فاعل رئيس في تحقيق النهضة الاقتصادية للعراق الشقيق، وأيضا هذه البيئة الاستثمارية الجاذبة لكلا البلدين تكون في إطار شراكة حقيقية ومتنوعة، سواء ثنائية أو حتى ثلاثية ومتعددة الأطراف. فمرة أخرى كل الشكر لدولة الرئيس، وأيضا لما لمسناه من دعم ومن إجراءات تهم دعم ومساندة الاقتصاد الوطني في إطار مشاريع تعاون، وفي إطار كما قلنا برامج إن شاء الله نأمل أن تكون معناتها انطلاقتها على أفضل في أفضل الأجيال، وهذا ما لمسناه من الأشقاء في العراق ومن دولة الرئيس. فمرة أخرى كل الشكر لدولة الرئيس، ونحيل لكم الكلمة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم مساء، بدءا كل التقدير والاحترام للشقيق تونس قيادة وشعبا، وأتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية الأخ قيس سعيد، والأخ رئيس الحكومة كمال المدوري على حسن الاستقبال والضيافة. زيارتنا اليوم تأتي تلبية لدعوة رسمية، وهي محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين، ونؤكد هنا على حرصنا ورغبتنا الصادقة على العمل المشترك وتعزيز العلاقة في مختلف المجالات. أهمية هذه الزيارة أنها تأتي بعد 3 أشهر من انعقاد اللجنة العراقية التونسية المشتركة في بغداد، حيث عملت على إبرام 20 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات، وهي خارطة طريق أضيف لها مخرجات هذه الزيارة، حيث اتفقنا على ملفات تتعلق
بالنفط والصناعة والتجارة والعلاقات المالية والمصرفية، وكذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والدراسة بالنسبة للطلبة. المباحثات تركزت على الآليات التي من شأنها تنفيذ مخرجات اللجنة العراقية أو اجتماعات اليوم، حيث كان الاتفاق والإصرار واضح من قبل الطرفين في المتابعة الدقيقة وفق آلية رسمناها من رئاسة اللجان المشتركة وانتهاء بالسادة السفراء، وتخضع لتقييم متواصل. نريد أن نحقق مخرجات عملية ملموسة من قبل أبناء الشعبين العراقي والتونسي. هناك فرص مهمة، العراق يشهد حركة تنمية غير مسبوقة، وهو اليوم بيئة جاذبة للمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وأيضا لدينا رجال أعمال وقطاع خاص يرغب بالاستثمار في تونس في ظل ما موجود من فرص، وبالتالي هذا التكامل في الاستثمارات المتبادلة وأيضا تعزيز التبادل التجاري سوف يكون مقدمة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين. القرارات التي اتخذت بشأن رفع التأشيرة مهمة على صعيد تسهيل الحركة والتواصل ليس فقط في قطاع السياحة وهو مهم، ولكن أيضا لحركة رجال الأعمال والشركات وكذلك باقي الفعاليات التي اتفقنا عليها. أمامنا فرص واعدة، ونستطيع القول بكل ثقة أن اجتماعات اللجنة المشتركة وهذه الزيارة إذا ما وفرنا لها كل أسباب النجاح فإنها سوف تحقق نقلة نوعية في إطار العلاقة الثنائية بين العراق وتونس، وهذا استحقاق لحجم المشتركات الكبيرة بين الشعبين الشقيقين، حيث الحضارة والتاريخ والإسهامات الإنسانية والثقافة والإبداع والفن والهم المشترك في مواجهة كل التحديات. على الصعيد الخارجي والتطورات الأخيرة، مواقفنا اليوم هي متواصلة مع المواقف الرسمية للبلدين تجاه العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية، وهو موقف مبدئي وثابت. ومن حيث القراءة لهذا التحدي وتداعياته وما مطلوب منا واستشرافنا للمستقبل، أستطيع القول أن الموقف متطابق في كل هذه الجوانب. اليوم نحن أمام مهمة شرعية أخلاقية قانونية تجاه ما يحصل في غزة من عملية إبادة جماعية تستهدف الشعب الفلسطيني منذ أشهر، والمجتمع الدولي في حالة من الفشل الذريع للقيام بواجباته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية. لذلك هذا اللقاء هو يأتي في سلسلة تحركاتنا كحكومة عراقية مع الدول الشقيقة والصديقة لبلورة المواقف باتجاه إيقاف هذه الحرب المدمرة التي بدأت تتسع لتشمل مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط، تهدد المنطقة والعالم بحرب شاملة بسبب تمادي حكومة الكيان الصهيوني وعدم وجود ردع لها من قبل المنظمات والمؤسسات الأممية. كل التقدير والاحترام لكم أخي رئيس مجلس الوزراء
تمنياتنا لكم بالتوفيق وأنتم تباشرون مهام أعمالكم بعد التعديل الوزاري، التوفيق والتسديد لخدمة شعب تونس الذي يستحق الكثير. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.